نطل عليكم من المعرض الدولي للكتاب هنا بعاصمة الثقافة والرياضة الإفريقية الرباط في نسختها 29 التي عرف تحطيم عدد من الأرقام على مستوى عدد الحضور الذي بلغ إلى حدود اليوم الأربعاء حوالي 100,000 زائر، بالإضافة إلى أكثر من 700 عارض في هنا في المعرض من أصل 48 بلدا، بالإضافة إلى 241 فقرة ثقافية متنوعة. كلها أرقام تؤشر على مدى اهتمام المغاربة بهذا الصنف من المعارض الثقافية ذات البعد العلمي. أزول، دابا حنا في الرواق ديال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في المعرض الدولي للكتاب. هنا في المعهد كنديروا اليوم بحال اليوم المركز ديالنا اللي هو المركز ديال البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية، كنديروا ورشات ديال الكتابة فينا للدراري الصغار، حكايات للدراري الصغار، وكنستقبلوا بزاف ديال المدارس في هذا ما أثر انتباهي وما تلميذات هادو من دول الهبل، شنو هما الفقرات مثلا اللي كديروا؟ بحال هذه هادو من دول الإمام جاو عندنا اليوم باش يتعلموا شويه ديال تيفيناخ ويعرفوا شويه ديال الثقافه واللغه الامازيغيه. يعني شفنا واحد الشاشه، ديال الكتابه بالحرف تيفيناخ، وفيها بزاف ديال الفقرات، فيها تعلموا الالوان، اسماء الحيوانات، كيفاش يكتبوا تيفيناخ، اسماء الخضر والفواكه، يعني بزاف ديال المواضيع. كيفاش كتمر الامور؟ ايوا دابا كيكون تفاعلي، داك الشيء تفاعلي بينا يعني سبونتاني. ها باش يكتبوا سميتهم، يتعرفوا على 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 الكلمات، و كاين يعني نتيجه. ايوا او موان كيعرف بانه كاين اللغه الامازيغيه، كاين الحرف ديالها، كاين شويه ديال الانفتاح على اللغه الامازيغيه. انا كنشوفهم فرحانين واجدين كيتفاعلوا معاكم، وانا كنشوف من خلال الشاشه كيفاش كيكتبوا، كيفاش الوليدات حتى هما كيشجعوا. وي جوستومون راه هادشي تفاعل، يعني كنهبطوا حتى لعند الدراري الصغار كنلعبوا معاهم، داكشي راه لوديك، يعني سيتان ابرونتيساج لوديك، يعني باللعب وكيتعلموا، هنا كيشوفوا الصور، كيكتشفوا الحروف، حتى الشاشه كيكتبوا في الشاشه. يعني الرساله اللي كتبغوا توصلوا من خلالها ورسالتكم اللي تبغوا تمرجوا. بالنسبه للرساله بانه احنا في المغرب متعدد الثقافات، متعدد اللغات، وكاين التعايش بيناتنا، وهذا هو الاهم. احنا مغاربه تا مغاربيت هي هذه. تحدثينا على ما يميز هذه النسخه هذه عن السابقه. هو في الحقيقه ما يميز هذه النسخه هو ان وزاره الثقافه وعات بواحد القضيه، دارت واحد العدد ديال الانشطه، وجابت واحد العدد ديال الكتاب، وواحد العدد ديال الفنانين، رغم اننا مثلا عندي يعني راي في شكون اللي خاصو تجيب شكون اللي اسمه، ولكن الناس كتختلف، لان ماشي معناه انني انا ماشي من المتابعين والمحبين ديال محمد رمضان راه معناه انه ما خصوش يجي. لا، انا كنقول على انه مزيان يتم الاحتفاء بمحمد رمضان، ولكن في نفس الان يجب الاحتفاء بعبد الوهاب الدكالي، يجب الاحتفاء بنعيمه سامح، يجب الاحتفاء بفنانين مغاربه وكذلك اجانب. أولا نقدروا نعتبروا بأن المعيار الذي اتخذته وزارة الثقافة وهو يعني عدد المتابعين مثلا على المستوى أو الناشطين بامتياز على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، غادي نقولوا عبد الوهاب الدكالي أو الأسماء أو رواد الفن المغربي، ما غاديش نعتبروهم حاليا، لكن نقول الآن محمد رمضان. لا هو السي عبد الوهاب الدكالي موجود على مستوى وسائل التواصل، سنينا ليه، حنا خرجنا له الجزء الاول من السيره ديالو،
شيء من حياتي، وقدمناه سنة 2022 هنا في المعرض، وكان حضور جماهيري كبير ودار ضجة كبيرة. ولكن عنده الفن ديالو مختلف متميز، الاهتمام به هو اللي غادي ينشره، لأن وسائط التواصل الاجتماعي خاص بعد الاهتمام بالفنان أو بالمثقف أو كذا كتعطيه نفس باش يزيد سميته، كيبقى أنه هو فنان متميز. بطبيعة الحال محمد رمضان عنده المتابعين ديالو، عنده ستيل ديالو، عنده المتابعين والمحبين ديالو كما وحدين أخرين. كذلك بالنسبة لأسامة المسلم، أنا أسامة المسلم الحضور ديالو أنا بالنسبة لي كنعتبره أنه الوجود ديالو في المعرض إيجابي أكثر منه سلبي، لأن غادي يفيق واحد العدد ديال الكاتبات والكتاب باش يعرفوا رسوم لأي عصر كينتميو. من جانب ديال أنه إلا بغيتي تكون كاتب حقيقي خاصك تهتم بالميديا، وخاصك تقول لمن غادي نكتب، تعاصر الجيل لمن غادي تكتب. اكزاكتومون اللي بغيت نتحدث معكم فيه اليوم هو هذا الكتاب الجديد، يعني اللي قدامك هنايا، الكتاب الجديد اللي العنوان ديالو هو مدخل مركز الى الادب العبري مع 10 قصص مترجمه من العبريه الى العربيه. فهذا الكتاب هذا كما يدل عليه اسمه هو تقديم القارئ العربي الى العالم ديال واحد الادب اللي هو من الاداب العالميه، واللي هو ادب قديم جدا جدا، واللي هو متداخل في بعض الاوجه ديالو مع الاداب والفكر المغربي كما تم بيان ذلك في غضون هذا الكتاب، لانه يتكون من قسمين. القسم الاول هو ذلك المدخل المعرف بالادب العبري عامه بجميع انواعه الادبيه وجميع اجناسه، ومنذ الازمنه القديمه اللي كتسمى بالازمنه التوراتيه الى الالفيه الثالثه، في تركيز شديد ولكن مع مراجع موثقه ومع هوامش مفسرة. القسم الثاني كيتمثل في ترجمة لعشر قصص، هذه القصص العشر منجمة في الزمان على مدى قرن، من نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية الألفية الحالية، بمعدل قصة مترجمة من كل عشرية، على وهي مرتبة بترتيبها الكرونولوجي. ومن خلال هذا الترتيب الكرونولوجي يتمكن القارئ من خلال الترجمة، القارئ العربي، أن يرصد الاهتمامات الفكرية والثقافية والوجودية وحتى السياسية، وربما هي بشكل أكثر للجماعات اليهودية أينما كانت، لأن قلت منذ نهاية القرن التاسع عشر وإلى اليوم. يعني هذا هو الفحوى الكلي للكتاب، وقد قدم له الأستاذ عبد الصمد محي الدين بمقدمة تحليلية بالضبط تبرز بنيته ومحتواه. من قلب المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورتها 29 ننهي إطلالتنا هذه، ونضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله.